الأخبار من ATV العدالة. وفيها الغانم يعلن افتتاح دور الانعقاد الجديد في 30 من الشهر المقبل. تصريحات الفضالة والأصنام والكتب الداعية للفسق والفجور في مرمى انتقاد محمد هايف. الحريص يحذر الروضان من استمرار المخالفات في صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التراخيص الصحية تحيل طبيب العيون المتسبب بإصابة المرضى بالتهاب القرنية إلى التحقيق. الكويتيون يشاطرون الشعب السعودي فرحة الاحتفال بالذكرى 88 للعيد الوطني للمملكة. ومن العناوين إلى التفاصيل. استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التونسية رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس الباجي السبسي رئيس الجمهورية التونسية تضمنت سبل تطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأوجه تعزيزها في المجالات كافة. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن افتتاح دور الانعقاد المقبل سيكون في 30 من أكتوبر، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الديوان الأميري والحكومة بهذا الخصوص. وأضاف الغانم أن سفر بعض أعضاء مكتب المجلس حال دون اجتماعه اليوم لمناقشة قرار سابق في شأن تحديد موعد افتتاح دور الانعقاد، حيث تم الاتصال بأعضاء المكتب وتم الاتفاق على موعد افتتاح دور الانعقاد الجديد والذي سيكون بعد انتهاء العديد من المهمات البرلمانية الرسمية. أولا الموضوع اللي كان يفترض أن نناقش اليوم في مكتب المجلس، لكن لظروف سفر معظم أعضاء مكتب المجلس فلم يكن هناك نصاب، تم الاتصال فيهم هاتفيا وتم الاتفاق بقرار صدر بالتمرير على أن يكون بداية دور الانعقاد المقبل إن شاء الله في 30 أكتوبر. طبعا هو كان بين 23 أو 30 ليوم الثلاثة، وتم اختيار يوم 30 لقرب العديد من المهمات الرسمية مع يوم 23، وكذلك تم التنسيق مع الديوان الأميري والحكومة. فإن شاء الله بداية دور الانعقاد القادم ستكون في 30 أكتوبر. من جانب آخر، قال الغانم إنه تسلم من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبد الرحمن النمش التقرير نصف السنوي للهيئة، وسيتم توزيعه على النواب في أقرب فرصة ممكنة، مضيفا أنه تم الحديث مع المستشار النمش حول وثيقة السلوك البرلماني المهني والتي سيتم إعدادها على غرار البرلمانات المتقدمة في العالم. تشرفنا اليوم بزيارة الأخ المستشار عبد الرحمن النمش رئيس هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وقدم التقرير النص سنوي للعام الماضي، وسيتم توزيعه على النواب في أقرب فرصة ممكنة. وتم أيضا الحديث عن وثيقة ستعد للسلوك البرلماني المهني على غرار ما هو معمول فيه في معظم البرلمانات المتقدمة في العالم. انتقد النائب محمد هايف التصريحات الأخيرة لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، مستغربا ما ذكره من مزايا قدمها الجهاز للبدون الذين يعيشون واقعا مأساويا بعيدا عن الإنسانية. اللي قاعد يجري في جهاز البدون شيء مؤسف جدا، شيء غير إنساني، لا يمكن حنا نجامل على حساب الناس هذه اللي انظلمت. هذا ظلم عظيم اللي وقع عليهم، يعني آخر المطاف أنه يرسل كتاب الجيش لجهاز البدون يقول جدد الهويات، وقفوا الهويات. طبعا الفضالة نفس الشيء، يرسل صح يرسل كتب، لكن الكتاب يقول لازم يراجعوني اللي منتهي هوياتهم. زين لا راجعوه، قال انت عليك لازم تسوي تعهد جنسيتك عراقية او سعودية. للأسف ما عندهم مستندات،
اللي يقول عندي ما أدري كم مليون مستند، 5 مليون، طلعنا منهم 10,000، قول هذه جوازاتهم، ما عمره طلع الفضالة وطلع وقال هذا جوازه السعودي أو جوازه العراقي أو طلعوا يا أخي الناس هذول، يقول عطنا جناسي. زين إذا عندك المستندات هذه والجناسي هذه، ليش تروح تخاطب جزر القمر وتخاطب الدول مدري وين؟ طلع لهم جوازاتهم هذه. وأنا أظن المسألة هذه أزمة راح تأتي تواجه الحكومة في الأيام القادمة بعد ما تنتهي أزمة الجناسي والنواب. الأزمة هذه الكبيرة جدا الإنسانية المتفاقمة يجب أن تحلها الحكومة، ويجب أن لا يجدد الآن منتهية. أظن تكليف الفضالة منتهي في الجهاز، يجب أن لا يجدد له. وأنا أقول إذا جدد للفضالة هذه مسؤولية تقع على رئيس الوزراء. بعد هذا يعني التاريخ من الفوضى اللي سواها الجهاز والتعقيد والتعسف واللامبالاة في حياة الناس وفي إنسانيتهم وفي كرامتهم، أنا أقول كنت أتمنى على للأسف أن يعني الفضالة يمتن أن الحكومة تدفن البدون. هذا كلام منطقي؟ هذا من يقول هذا؟ هذا واجب على الدولة، على كل مسلم مات عنده مسلم يدفنه غصبا عليه، هذا واجبه، وإلا يأثم أهل البلد كلهم إذا ما كفنوا ودفنوا المسلم. أنت تمتن الآن تقول حنا ندفنه؟ يعني هذا اللي فلحتوا فيه الجهاز؟ في سياق آخر، طالب النائب محمد هايف هيئة الاتصالات بأن تبادر إلى إغلاق التطبيقات والبرامج الحديثة التي تدعو إلى الفجور والدعارة. وبشأن القضية المثارة حول منع الكتب، أكد النائب محمد هايف أنه يجب عدم الالتفات إلى النداءات الداعية إلى الحرية المطلقة والتي تروج لكتب الفسق والفجور. طبعا طالعتنا في الأسبوع الماضي يعني بعض القضايا، منها قضية الحريات، وأنا أؤكد على أهمية وجود لجنة التدقيق في الكتب، منع الكتب الإلحادية، الكتب التي تروج المخدرات، الكتب التي تدعو للفسق والفجور. فأنا أشد على يد هذه اللجنة التي يجب ألا تلتفت لهذه النداءات والأصوات النشاز التي تدعو إلى حرية مطلقة، وهذا غير معقول وغير مقبول وغير منطقي. فالحرية المطلقة حتى في الغرب ليس لديهم حرية مطلقة، إنما تحكمهم قوانين وأنظمة وضوابط. فالذي يجب ألا نلتفت لهذه النداءات التي وصل بها أنهم يريدون أن يضعوا كل بيت فيه تمثال وفيه صنم، لا يدركون أبعاد هذه القضايا التي هم أجهل الناس بها. والواجب على كل مسلم أن في مثل هذه القضايا يرجع إلى أهل العلم وإلى ما ذكر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هيئة الاتصالات واجبها اليوم حماية الشباب وحماية المجتمع. الآن دخلت علينا برامج كثيرة، منها ما أخذ يدعو صريحا والعياذ بالله للفساد والدعارة والشذوذ. لذلك هيئة الاتصالات مناط بها، كما أغلقت في الأيام الماضية والأسابيع الماضية موضوع منه داق أو البرامج التطبيقات هذه، يفترض أيضا أنها تنتبه إلى تطبيقات خطيرة جدا أخذت يعني الآن فيه تطور. للأسف التكنولوجيا تطورت حتى في الفساد، أنهم يستخدمون التكنولوجيا لنشر الرذيلة والفساد. لذلك هيئة الاتصالات مناط بها اليوم أن تحمي المجتمع. يعني ما مو لازم أنه لازم نسوي هاشتاقات ونسوي حملة ونسوي ضجة في الكويت حتى تأتي وتصحو هيئة الاتصالات من نومها العميق وتنتبه إلى هذه المسائل.
طالب النائب أسامة الشاهين بمراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة وعدم تضارب المصالح في صفقة الدمج المزمع عقدها بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مشددا على ضرورة توافقها وأحكام الشريعة الإسلامية. وقال الشاهين إن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، مضيفا أن حمايتها أوجب على أعضاء مجلس الأمة. لست مع أو ضد الصفقة، فهذا قرار ستتخذه الملاك وتتخذه الجهات الرقابية المختلفة، ولكن دورنا في مجلس الأمة أن نتأكد بأنه لن يتم الإضرار بالاقتصاد الوطني، لن يتم الإضرار بالاقتصاد الإسلامي، لن يتم الإضرار بصغار المستثمرين قبل كبارهم، ولن يتم الإضرار بالكويت ووضعها تحت طائلة مخالفة عقوبات سواء أمريكية أو أممية. أظن هذه خلاصة كلامي، وإن شاء الله يكون لهذه التساؤلات إجابات شافية ووافية، ليست فقط للنائب ولكن أيضا للرأي العام المتطلع لمزيد من المعلومات، مزيد من الأرقام، مزيد من الشفافية في هذه الصفقة، حتى تكون إن شاء الله فاتحة خير وإضافة قيمة لاقتصادنا الوطني، وتكون مبدأ تسري عليه مختلف الصفقات الاقتصادية التي بذات الحجم وذات الضخامة. حذر النائب مبارك الحريص وزير التجارة والصناعة خالد الرضان من استمرار المخالفات والاختلالات المصاحبة لتنفيذ قانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الحريص على تناقض تلك المخالفات مع هدف إقراره بدعم الشباب وتوجيهه للعمل الحر وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى لا تلاحقه أي مسؤولية سياسية بهذا الشأن، داعيا في الوقت نفسه لإصلاح اختلالات الصندوق الواضحة والتي أجهضت طموحات وتطلعات الكثير من الشباب. وأضاف الحريص أنه يتوجب على وزير التجارة معالجة اختلالات تنفيذ الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أقرب وقت ممكن حتى يستفيد الشباب من الميزانية المرصودة لهذا الصندوق. بتوجيهات من وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، أحالت إدارة التراخيص الصحية طبيب العيون المتسبب بإصابات التهاب القرنية للمرضى في عيادته الأهلية إلى التحقيق بناء على الشكاوي التي قدمت ضده من بعض المرضى. وذكرت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من استشاريين طب وجراحة العيون لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال تبين وجود خطأ تسبب بإصابة المرضى بالتهاب القرنية. في ظل حالة من التقدم والتفوق سياسيا واقتصاديا ومعرفيا، جعلت المملكة واحدة من مراكز القرار الدولي وفي صدارة اقتصادات العالم، تحتفي المملكة العربية السعودية بالذكرى 88 للعيد الوطني السعودي. ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعدما الحمت البطولة التي قادها المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود على مدى 32 عاما بعد استرداده لمدينة الرياض. وفي هذه المناسبة شاطر عدد من الكويتيين الشعب السعودي فرحة الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية من خلال لقاءات أجراها معهم مراسل اي تي في العدالة فهد الزايد. نقول عسى الله إن شاء الله يديم المحبة بيننا وبين السعودية، وحنا كلبنا أخوان وفرحتهم فرحتنا، وعسى الله إن شاء الله يدوم الأخوة اللي بيننا، وحنا إن شاء الله يعني جيران والدول واحدة إن شاء الله دول الخليج، وعسى الله إن شاء الله يخلينا البعض إن شاء الله ويحفظ السعودية. أقول لهم كل عام هم بخير إن شاء الله، والله يحفظهم ويديم الأمن والأمان على الخليج كافة إن شاء الله. الله يحفظ السعودية ويحفظ ملك سلمان والعهد ويديم عليه الصحة والأمان ويحفظ شعبه من كل خير، والله يرد يعني المشاكل والحرب، يرد الجنود البواسل في الحد الجنوبي، الله يردها لهم إن شاء الله. كل عام وأهل السعودية بخير، وما ننسى فضل أهل السعودية علينا، والكويت والسعودية بلد واحد. كل عام هم بخير، والله يوفقهم وعسى المملكة إن شاء الله يحفظها. الله يوفقهم إن شاء الله، يبارك لهم بالعيد الوطني، وأبد حنا أخوان وحبايب، وإن شاء الله مثل ما نجيهم يجوننا للكويت إن شاء الله. كل عام هم بخير وحنا معهم في الأفراح دائما، فالحلوة في المرة حنا معهم قلبا وقالبا.
اهل السعوديه، وحنا بعد لابسين معهم، حنا سعوديين قد حنا معهم في الافراح.